أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. كانت هناك دولة عظمى انقرضت، اسمها بريطانيا العظمى. ربما كانت الشمس لا تغيب عن مستعمراتها، مئات الآلاف من العقول تعمل لها، ملايين من الخبراء في مستعمراتها يعملون لأجلها. تقديرا أقول لعله ربع البشر آنذاك أو ما يقارب من ربع البشر يعيشون تحت استعمارها، بل لعله أكثر من ربع البشر كانوا يعيشون في البلاد المستعمرة لها. قوة السلاح حدث ولا حرج، منظومة متكاملة في الحكومة حدث ولا حرج. هذه الدولة العظمى انقرضت. الدولة التي تسمى اليوم بريطانيا دولة عادية تحاول أن تلصق نفسها بالدولة العظمى لتكسب بعض المكاسب، أصبحت دولة من الدول. انقرضت تلك الدولة العظمى، ذهبت. انقراض دولة عظمى، كيف تم هذا الانقراض؟
هذه الدولة العظمى انقرضت بطلقتين صغيرتين. شخص رمى طلقتين باتجاه ولي العهد النمساوي وباتجاه زوجته في حادثة. يقال هكذا هذا المشهور أن هاتين الطلقتين هما اللتان أشعلتا الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى انتهت، ولكن الحرب الواقعية ما انتهت، آثار الحرب العالمية الأولى بقيت، وهي التي أشعلت النار في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية هي التي قضت على دول عظمى، انتهت بالحرب العالمية الثانية إمبراطورية اسمها بريطانيا، انتهت بالحرب العالمية الثانية إمبراطورية اسمها فرنسا، بالحرب العالمية الثانية انتهت إمبراطورية اسمها ألمانيا. إمبراطوريات ذهبت، قدرات عسكرية ولت، من أين؟ من طلقتين. كثيرا ما، لا أقول نادرا ولا أقول أحيانا، كثيرا ما أشياء صغيرة جدا تدمر أشياء ضخمة كبيرة. ملك مقتدر اسمه نمرود يمتلك جيشا جرارا، يمتلك خدم بالآلاف، يمتلك قدرة، إمبراطورية في زمنه، فوق الإمبراطورية يدعي أنه هو الرب الأعلى. حسب ما يقوله بعض المفسرون بعوضة، حسب ما ورد في بعض رواياتنا، ما يستفاد في بعض رواياتنا بقة، أنهت وجوده بعوضة أو بقة، ما أذته بقة. البقة تؤذي الإنسان عادة، البعوضة أحيانا تؤذي الإنسان، لا، هذه البقة أنهت وجود هذا الإمبراطور. لا نذهب إلى نمرود، هذا الإنسان الذي يعيش ملايين مئات الملايين من الخلايا الحية موجودة في جسم هذا الإنسان، فيروس صغير ينهي وجود كل هذه الملايين من الخلايا الحية، ينتهي هذا الإنسان بفيروس، شيء ضئيل جدا لا يرى بالعين أصلا. كثيرا ما يحدث أشياء ضخمة كبيرة تنتهي بأشياء ضئيلة جدا. هذا سببه جهل الإنسان، الإنسان جاهل لا يعرف، مسكين لا يعرف مكانة الأشياء. هاتان الطلقتان الإمبراطوريات ما كانت تعرف مكانهما، ما كانت تعرف تأثيرهما، ما كانت تعرف ارتباطهما بالشبكة ضخمة. طلقتان
ولكن ثلاث أمور هذه الإمبراطوريات كانت جاهلة بها: مكانة هاتين الطلقتين، آثار هاتين الطلقتين، ارتباط هاتين الطلقتين بشبكة كبيرة. هذا ما يجهله كل البشر، وهو يعترف بأنه جاهل بهذه الأمور. ما هي آثار هذا الهواء؟ لا نعرف. ما هي آثار ماشي النمل؟ لا نعرف. أين مكانة هذه البعوضة أو البقة الصغيرة؟ لا نمرود كان يعرف، لا غير نمرود كان يعرف آثار هذه البقة أو البعوضة. ما هي آثارها؟ لا يعرف. ما هي الشبكة التي ترتبط بها هذه البقة؟ شبكة، هذه البقة تسير في مسير معين، مرتبطة بالهواء، مرتبطة بالماء، مرتبطة بالأشجار، لا نعرف. البشر يجهل هذه الأمور الثلاثة: مكانة الأشياء، تأثير الأشياء، ارتباط الأشياء بشبكات. فتسقط إمبراطوريات، تسقط بأشياء ضئيلة. بشر مغرور يسقط بأشياء عادية. حاكم كبير مقتدر مغرور يسقط بشيء ضئيل جدا، بكلمة من شخص، ببكاء من طفل، بدعوة في منتصف الليل لقلب منكسر. لا يعرف، جاهل. الحاكم فقط جاهل؟ لا، كل البشر جاهلون، وهم يعترفون أنهم جاهلون. كل البشر يعترف هذه الأمور لا يعرفها. اسأل من أي شخص من كبار العلماء في كل مجال تأثير أشياء صغيرة في مجاله، لا يعرف الشبكة التي هذه الأشياء مرتبطة بها، لا يعرف. فماذا نصنع في هذا العالم بهذا الجهل؟ إلى أين نلجأ؟ إلى من نلجأ؟ لا يوجد أي ملجأ إلا إلى أشخاص يعرفون كل هذه التفاصيل، يعرفون مكانة كل شيء، يعرفون آثار الأشياء، يعرفون الشبكة التي هذه الأشياء مرتبطة بها، يعرفون كل شيء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هؤلاء هم الذين يلزم أن نلجأ إليهم. سادة خلق الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم، هؤلاء يعرفون كل شيء، هؤلاء لا يسقطون أصغر سقطة لا يوجد في حياتهم. يا أخي، هذا يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي لو جعل مكان الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أي شخصية لسقط سقوطا ذريعا. يوم عظيم بما لكلمة العظيم من معنى. سيد الشهداء لم يسقط أصغر سقطة، بل تألق. أي تألق؟ يعرف الشبكة، يعرف التأثير، يعرف مكانة الأشياء. هذا الذي يلزم أن نلجأ إليه. نلجأ إليه في ماذا؟ في كل شيء. نلجأ إليه في دنيانا؟ لا نعرف هذه الدنيا ماذا قد أخبأت لنا.
لا الحمد لله وضعنا جيد، نحن أقوياء. أنت قوي؟ أنا قوي؟ ملايين من الخبراء، مئات الآلاف من العقول سقطوا سقوطا ذريعا، سحقوا. اقرأوا قضية الحرب العالمية الثانية، كيف أن هذه الإمبراطوريات سحقت، انتهت أصلا، أعيدت من جديد، وإلا ذهبت ولت خلاص. 85% من البنية التحتية تهدمت، 85% يعني من أفقر البلاد أصبحت، من أضعف البلاد أصبحت. الله سبحانه وتعالى أعاد لهم المكانة، شيئا من المكانة ذهبت، هم ما تمكنوا أن يحافظوا على أنفسهم. أنا أتمكن؟ لا، جماعتي جماعة كبيرة. جماعتك كم هم؟ ما هي قدراتهم؟ فكري، عقلي، سلاحي، ارتباطي؟ أبدا، تذهب أدراج الريح. في الأمور الدنيوية الالتجاء بهم. في نهاية الدنيا، عاقبة الأمور، الالتجاء بهم. عاقبة أمري أعرفها. نسينا الزبير، نسينا الشلمغاني، نسينا بلعام، شخصيات من الدرجة الأولى كانوا، قمة كانوا هؤلاء. علي بن أبي حمزة البطاني كان في القمة. الدنيا فيها عجائب، الذي يساعد بني أمية بكلمة واحدة أين يذهب؟ حسب الوضع الطبيعي في قعر جهنم. فكيف بشخص كان لفترة لسنوات كاتبا لبني أمية، يعمل عند بني أمية؟ الله العالم، ما الذي صنع؟ جمع أموالا طائلة من أين؟ من هؤلاء المجرمين، من هذه الحكومة المجرمة. يعني مجرم، مجرم بمعنى الكلمة، من معنى يأتي هذا المجرم والسنوات يعيش في هذا الإجرام وأموال حصل عليها، يأتي إلى شخصية كبيرة اسمها علي بن أبي حمزة البطائني، يقول خذني إلى الإمام الصادق عليه، علي بن أبي حمزة البطاني من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، خذني إلى الإمام الصادق. علي بن أبي حمزة البطاني يأخذ هذا المجرم إلى الإمام الصادق، يقول يا ابن رسول الله، أنا وضعي هذا، جمعت أموالا كبيرة من هذا، من هذا الطريق، ماذا أصنع؟ أريد أن أتوب. لتوبة؟ الإمام قال له نعم. ماذا أصنع؟ الإمام قال له شيئا عموما صعبا جدا، بصورة عامة هذا الشيء صعب جدا. الإمام خلاصة القضية قال له اخرج من جميع أموالك، الأموال التي تعرف أصحابها ردها إلى أصحابها، الأموال التي لا تعرف أصحابها تصدق بها. جدا صعب، شخص جمع أموالا طائلة ويريد، لا يريد أن يدفع مبلغا عاديا، أموال طائلة. سمعا وطاعة سيدي. ذهب
الإمام قال له إذا صنعت هذا فنحن شفعاء لك، مضمون القضية. ذهب خرج من جميع أمواله حتى من ملابسه، كان لا يخرج لأنه ما كان عنده ملابس يخرج بها. لعله ذهب إلى بيت شخص آخر ما سكن في بيته، بيته أيضا كان حراما. اجتمع البعض، جمعوا له بعض المال، ملابس كذا، شيء ضئيل. هذا المجرم بواسطة علي بن أبي حمزة البطائني جاء إلى الإمام وتاب. بعد فترة توفي الإمام، بيّن أنه قد شفعوا له، وعلي بن أبي حمزة البطائني هذه الشخصية الكبيرة المرموقة سنوات طويلة، 50 سنة 60 سنة أكثر أقل لا أعرف عمره، في الجادة، وكيل الإمام الصادق، وكيل الإمام الكاظم عليهما الصلاة والسلام، فقيه من الدرجة الأولى. في السنوات الأخيرة، فترة قصيرة، انحرف ذاك المجرم، أصبح من أصحاب أهل البيت، وهذا العالم أصبح من المجرمين. عندما دفن سألوه من ربك، من نبيك، من إمامك، تلجلج، ضربوه ضربة اشتعل قبره. القضية ليست هذا القبر، لا، القبر البرزخي، اشتعل قبره نارا إلى يوم القيامة. هذا الصفقة الأولى فقط، هذا البرزخ فقط، ناهيك عن ما بعد البرزخ. هذه الدنيا أنا أتمكن أن أقول عاقبة أمري خير؟ ماذا نصنع؟ عواقب الأمور بيد من؟ كيف تكون عواقب الأمور؟ بأي عمل؟ لا أعرف. إلى من الملجأ؟ إلى هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. أما القيامة وهي لها، قد يدخل ذنب صغير الإنسان إلى قعر جهنم، شيء ضئيل صغير في عيوننا، ولكن مثل الطلقتين، مثل تلك البقة. في القيامة أيضا هكذا، ذنب بنظر الإنسان ذنب صغير عادي، هذا الذنب يدخله إلى نار جهنم، ينهي وجوده في القيامة. هناك إلى من الملجأ؟ يوجد في يوم القيامة أحد؟ في اليوم الذي أنبياء الله يلتجئون إلى نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هناك الملجأ من؟ سيدة النساء، سيد الشهداء. الملجأ هؤلاء فقط، دنيا، برزخا، قيامة، كل مكان الملجأ هؤلاء. يعرفون كل شيء وبأيديهم كل شيء. كيف نلجأ؟ ماذا نصنع؟ باختصار شديد، أولا أذكر لكم شيئين فقط. الشيء الأول، دائما، لا أحيانا، دائما طلب المعونة منهم.
عندما أقول طلب المعونة لا أقول طلب المعونة في نفوسنا، لا، بألسنتنا نقول، نخاطبه باللسان، أعينونا. نخاطب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أقول له يا أبا عبد الله عليك لا على غيرك، اتركني لحظة واحدة أسير إلى قعر جهنم، أنا البشر لا أعرف، اتركني أذهب أنتهي، لا أبقى في الطبقات الفوقانية من جهنم، أسير إلى قعر جهنم إذا تركتني. نخاطب مولانا صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، إمام زماننا، نقول له سيدي أنت ولا غيرك، أنتم فقط أنتم، لحظة واحدة أتركونا نصبح مثل الشلمغاني، نصبح مثل علي بن أبي حمزة البطاني، نصبح مثل الزبير، لسنا أتقى من الزبير ولا أكثر علما وتقوى حسب الظاهر من علي بن أبي حمزة البطائني ومن عثمان بن عيسى ومن زياد القندي ومن الشلمغاني كان أكبر علماء، يعني في الدرجة الأولى، لعله اثنان أو ثلاثة كانوا، هؤلاء كبار علماء الشيعة في زمانهم في الغيبة الصغرى، واحد منهم الشلمغاني. لا نتصور أن القضية سهلة، نخاطب صاحب الأمر باللسان لا فقط في القلب، باللسان نقول له سيدي عليك لا يوجد ملجأ غير، هذا أولا، طلب المعونة منهم باستمرار، ثانيا خدمتهم، هم في غنى عن خدمتنا، ولكن هذا واجبنا، نحن عبيد لرسول الله وأهل البيت. ذكرت لكم بعض الأدلة سابقا، ولعله في وقت آخر أذكر لكم أدلة أخرى أيضا. عبيد، عبيد بالفعل، عبيد بما لكلمة العبيد من معنى، العبد ماذا يصنع مع سيده؟ يلتجئ إليه ويخدمه. طلب المعونة والخدمة. هناك أيضا أمور أخرى نتركها، الآية المباركة، آية عظيمة التي بدأنا بها الحديث، أمر بالاستبشار، أمر بالفرح، في آية فيها القاتل، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون، الآن يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هذا البيع هو البيع الناجح، استبشروا. طبعا استبشار، الإنسان يبيع شيئا ضئيلا لا قيمة له يأخذ جنة، لأن لهم الجنة، نفس الآية، يعطي نفسه وماله، ما هي قيمة النفس، ما هي قيمة المال في المقابل، بأن لهم الجنة. من؟ اليهود، البوذ، جماعة فلان وفلان؟ لا، إن الله اشترى من المؤمنين، هذا الشرط الأساسي، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، يوجد من يوفي بعهده مثل الله عز وجل؟ فكيف يكون أوفى؟ ومن أوفى بعهده من الله؟
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الفوز هو العظيم. اللهم صل على في حديثنا الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في مقطع من الحديث، يقول: ومن تبعنا نجا ومن تخلف عنا هلك، حقا على الله عز وجل، في نسخة حتما على الله عز وجل. هذا الطريق ولا غير، هؤلاء الملجأ ولا غير، وإلا فالهلكة. ومن تخلف عنا هلك، حق أو حتما على الله عز وجل. حتما طبعا لا يحتم أحد شيئا على الله، هو الله حتم على نفسه الحق، هو جعله على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بكرمهم، بفضلهم، بلطفهم، بجودهم، أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم وارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. إنك مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطاهرين.